استاذه منى تتفضل. استاذه منى الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه منى ازي حضرتك يا شيخنا، عامل ايه؟ الحمد لله فضل ونعم. بص، انا عندي مشكله وعايزه حضرتك تقول لي يعني الحق فيها. اتفضلي. بص يا شيخ، انا عندي مشكله مع والدتي. ماشي اتفضلي. ان هي دايما بتدعي عليا حتى من اقل حاجه. طيب، من اقل حاجه يعني لو عملت لها حاجه صغيره خالص بتدعي عليا. طيب، تقول لي الله لا يرضيكي، الله لا يفرحك، الله لا يسعدك، الا شبك مسدوده طول عمرك. وانت علاقتك بيها زي السمنه على العسل ولا لا؟ لا. طب ليه بقى؟ بسبب ان هي من صغري بتدعي عليا وده عامل فجوه بيني وبينها. طب ليه؟ على اي حاجه هي بتدعي. انت انت بتنقري معاها؟ اه. بتنقري انت معاها صح؟ اه. طب اقول لك تعملي ايه واقول لك تعملي ايه عشان تتجنبي دعواتها. اول حاجه انت لابد ان انت توقفي عن مناقرتك مع مامتك، لان ممكن المناقره دي في بعض الاحيان تجرك لعقوق الوالدين، فلازم تتوقفي عن مناقرتها. الامر الثاني، ادعي لوالدتك قدامها كتير، ادعي لها كتير. الدعاء يا ساده من الاشياء اللي بيعملها بيطيب القلوب، فادعي لها ربنا يخليكي ليا، ربنا يوسع عليكي، ربنا يبارك لي فيكي، ربنا يحنن قلبك، ربنا يخليكي دايما في صحة وفي عافية. بس أنا عارف إن أنت بتقولي ده تقيل عليا، زي ما أنت كنت تقيلة على مامتك وأنت في بطنها 9 أشهر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لازم 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 تكوني كده، ولازم تقبلي ده، ولازم تكوني أفضل، ولازم تكوني أحسن.